أكيد أنه مازال ثم ناس طالب بالحرية وطالب حريات الكل، طالب ديمقراطية، طالب بأنه الانتخابات ما يتمش الدخول فيها في وسط الأجندة ولا في وسط الحملة الانتخابية في حد ذاتها. مازال ثم ناس فائقة، وإن شاء الله الأعداد القادمة وإن شاء الله في التحركات الجاية يكون أكثر. نحن سوف نبقى في الشارع، سوف نواصل العمل، وعلى كل أن يتحمل مسؤوليته، وغير مستبعد أن الغدوة يكون تحركة أمام البرلمان للضغط على هذا البرلمان اللي نعتبره إحنا يعني برلمان 10%، معناه ما عندوش يعني المشروعية الشعبية اللازمة، ولكن هناك بعض الشرفاء يتحملوا مسؤوليتهم ويضغطوا هم كذلك لأن لا يمر هذا القانون، لأنه سوف ينهي المسار الانتخابي نهائيا. الناس وليت تقول لك شبيه قيس سعيد يعمل هكا، انت عندك ثقه في روحك ولا لا؟ وعليش الانتخاب معناها القانون الانتخابي اللي تعمل فيه هذايا تحب تنقحوا اليوم قبل جمعتين؟ معناها نورمال هذايا اللي صاير دونك هذايا سويت لهذا الكل، لانه الساعه اللي دايرين بقيس سعيد الكلهم على الحيط. انا نقول له باللغه نتاع التوانسه الكل ونقول له اللي هذايا اللي قاعد صاير راهو منك الداخل، معناها هذايا اليوم وقت اللي انت ما تخليش شكون ينافسك منافسه شريفه، فهمت؟ دونك وين هالديمقراطيه في هالانتخابات والعرس الانتخابي اللي تحكيوا عليه؟ واحد في الحبس والاخر مهدد والاخرين تنحاو وعركه مع المحكمه الاداريه، ومعناها تخلويذه كبيره ياسر، قعدنا فضيحه في العالم. ولا شفنا يعني خلينا نقول فحوى هذا القانون، هو مكتوب بطريقه لمختصين في القانون، ولا اظن ان من تقدم بهذه المبادره له القدره على يعني صياغه هكذا يعني مبادره لتنقيح القانون الانتخابي، قانون اساسي نعرفه، وبالتالي نشتم رائحه السلطه من وراء يعني هذه المجموعه من النواب، ونعتبر اليوم انه السلطه صاغت نظاما سياسي من خلال الدستور 22، يعني السلطه التنفيذيه ورئيس الجمهوريه يعني تقريبا له تقريبا كل السلطات، بقيه السلطات هي مجرد وظائف شكليه مزعنه للاراده نتاع السلطه التنفيذيه. النجاح الوحيد تقريبا اللي يقايد على السيد الاستاذ الرئيس قائد القوات المسلحه قيس سعيد، انه نجاح انه يلم الضاد مع بعضهم، يلم عباد ما كانتش تقعد فرد طاوله، سواء في البرلمان، سواء كاحزاب سياسيه، سواء كمنظمات، عباد نعرفها شخصيا اللي تسب بعضها سواء على وسائل التواصل الاجتماعي ولا حتى كي تتقابل، مختلفين ايديولوجيا، مختلفين سياسيا، نجح السيد قيس سعيد انه يلمهم من كل فرد بلاصه على الاختلاف معه. شوفوا حتى وسائل التواصل الاجتماعي المحتوى اللي يوما ما ولا الأطراف اللي كانت يوماً ما ضد بعضها وتسبب بعضها على محتوى كانت تنشر فيه طول تنشر فيه لبعضها.